مبشور يا عراق ودم ناصر يبقى للمظلوم ويهم الشعب هم هم وطن مو منصب تعرفون ذول البيهم تثقون بيهم ننتخب مجلس الأعلى العراقي والوطن بعيون والمعرف لا يعرف ذول اللي مثلون بانتخابات المجالس ننتخب بمصيحنا عمار خدمة والشعب والعدالة ويا الكل قلة
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. صلوا على محمد وآل محمد. خير ما نبدأ به حفلنا البهيج هذا آين من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ الأخ العزيز حسن رشيد، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجر الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العلي العظيم. سماحة الدكتور الشيخ إمام حمودي، المرشحين الكرام، إلى الشهداء من الصدر الإسلامي الأول إلى شهداء الحشد الشعبي، نقرأ سورة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد وقوفا. جزاكم الله خير الجزاء. على وقفتكم الغاتي نستمع الآن إلى نشيد الوطني لجمهورية العراق.
احسنتم اهل العلم. الاخ العزيز ابو اكرم الطفيلي دقيقه ترحيبيه وهوسه واحده لسماحه الدكتور امام حمودي، تفضل. قصيدتي ترحيبيه للدكتور امام حمودي حفظه الله. يا هلا بهالطيب يا ابن العراق، ويا هلا بهالجهية يا مية هلا، احنا الكم ما نروي هالجبال، ويا طبعنا ونضيف مدلله، احنا هالتاريخ اهل عزة وعباد، وللي جينا عيون نفرشها اله، كل ارض بابل فرشناها برود، الجيتك يا شيخ خيم الصلاة من جميع الناس، الكم امنيات والحضور تنادي يا مية هلا، والحضور تنادي يا مية هلا. الهوسه اسمع الهوسه، دكتور همام اللي جالس ما يمس هالظن بيك تزيد همتها، اللي جالس ما يمس هالظن بيك تزيد همتها، وتظل تعلى على كل عال ولا تنتكس رايتها. عقلنا عقلنا ثابته على راسها دكتور، ما دلقت هامتها. ها اسمك عزلنا، ها اسمك عزلنا، وشخصك دوم نحيط عليه واسمك عزلنا، وشخصك دوم نحيط عليه واسمك عزلنا. عسى تسمعني، تريدني اقرا الحله لو ما تريد؟ تسمعني ها؟ حمد حمد يا مروض الدنيا بشواجيرك، يديك الفجر يا مفزز بقايا الليل، يا السرحان ومتعب نواطيرك، يا تشلاب الشيل يا ستر الاحديثات، غالي وما رخص ليرك، يا المخوف الخوف وما عرفت الخوف، غيظ ترش نواعيرك، حمد يا شراع يا دفه، حمد يا الما توقف قدامك الكلفه، حمد والراي لو يحتار يقصد ليك ويشيرك، حمد يا ابن النجف يا مضيف الزوار، غفت بعيوننا ونامت تصاويرك، حمد يا عنبر المشخاط يا مشبح خطاطيرك، يا رايب كربلا رفيت وزنود النشامة مكيفة اديرك، حمد يا العنب والسلة، حمد سمل العدو يسلة، حمد نجمة بسما الحلة، حمد والحلة بيها حيود بالبارود من تتعب تشد عينك. خذوا لقلبك صلوات محمدية علوية حيدرية حسينية بأعلى الأصوات. اسمعني اسمعني اسمعني، هذا لسان حالي شوية دقيقة، اسمعني لسان حالك وعذرك تهوس براحتك، دقيقة اسمعني وحد. أبيض شفك أبيض، ما لسكت بعيب، أبيض شفك أبيض ما لسكت بعيب، لأن شبعان من شبعان من يومك، أبيض شفك ابيض ما لتكتب عيب، لان شبعان بن شبعان من يومك، يا ابو نفس الابيه المادن المشبوخ، وضدك يا شامخ يروي بعلومك، همك مو الكرسي او لا بمنصب زين،
20 ولا همية يوم بنايم يلومك همام ونعم منك يا شريف الروح وبخير الشرف من يقدر يزومك. حسن الزينبيات موجودات، فإذا سمحوا لي أقرأ مقطوعة لزينب إكراما وإجلالا للزينبيات الموجودة. الشرف يا اسم خط اللوح يا لبوة اللي صارت من صلب غرغام من خطبة فصاحة فهم الجلمود تحكي وصوتها أبشط من الصمصام مجلس طاغية ويدين مشدودات بس لما انحجت ظل هام يضرب هام سينا بصحمرة بس فيها عصر سباع وحدها ويصير وخوف الظلام يا درب السبي مزروع كلك خوف بس فيك العقيلة الحارس اللي ما نام أمانة تحملت هالثورة من نفسين شدت صبر أبوها وصبر أمها حزام ساعة تشوفها تخطب توعي الناس وساعة ترد زلم لا تضرب الأيتام تاريخ القرية تنطيني برجال تحمل هالمصيبة ونهض بيها وقام بس زينب لوتها وما لواها الضيم وبصدر الصبر صارت الحرة وسام بتمن حتى تجزع لو تدي الهيهات ينظام الزمن والحرة ما تنظام بتحيدر علي والمرتبة معروف كم راس القرية بتحيدر علي والمرتضى معروف كم راس بقريش الساحقة بجدام بمثل زينب يشيخا حقهن النسوان شواذ رجفت لما انحجت بالشام بمثل زينب يشيخا حقهن النسوان شواذ رجفت لما انحجت بالشام لازم نستحي لما ينطر واج وندنك فخر يا فخر للإسلام لو كل النساء مثلك شعر رصير فالنصار في المعلم نسى قوام من قلبك شعار ابشر ابشر يا ابشر ابشر يا ابشر ابشر يا ابشر ابشر يا سادتي الأكارم أيها الحفل الكريم يا أهل الطيبة يا مدينة الطيبين والكرم يا مدينة خدمة الحسين يا باب زوار الحسين أترك المنصة لكلام العراق لصاحب ابشر ابشر يا عراق وكلمة سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي نستقبله بأعلى الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشايخنا الكرام، الأساتذة، الأخوة الأعزاء، الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بكلمتي، شكر جزيل لمن ذكرنا من الأخ العريف والأخوة الأعزاء، لكني أقول أن الذي يكرم من الآن فصاعدا هو العراق، تاريخ العراق، رجال العراق، شهداء العراق، وأما المسؤولون فيشكرون عندما يعملون، وأما المسؤولون فيشكرون عندما يعملون، وينتقدون عندما يفشلون، لكن لا نمدح مدحا ولا نسب سبا، إنما نشكر وننتقد ونطالب. هذا الذي علمنا عليه الإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى عندما قال: علموا الناس كيف يطالبوا بحقوقهم. لا نعظم المسؤول نمدحه كثيرا، لا، نشكره إن عمل، وإذا لم يعمل أو فشل في عمله أو أخطأ ينتقد ينصح، ونبقى نطالب بحقوقنا، ويبقى الناس يطالبون بحقوقهم. الحقوق تؤخذ ولا تعطى. ومن هنا أنا أبدأ حديثي عن عروس الفرات، الحلة الفيحاء، بابل التاريخ، هذه المنطقة التي حكمت العالم ووصلت إلى أقصى البلدان، إلى مصر واحتلتها وسوريا واحتلتها. هذه المنطقة ذكرها الله تعالى في القرآن، هذه المنطقة موضع ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحلة وبابل، فخر العراق، عنوان العراق، رمز العراق، يعرف العراق ببابل. أنتم في منطقة فيها من العلماء، العلماء الكثار، 700 مجتهد في زمن واحد كان هنا في منطقتكم في الحلة الفيحاء. الدولة المزيدية حكمت أكثر من 100 عام، حكامها بعضهم كانوا علماء وبعضهم شعراء، وكان العدل والأخلاق هي الحاكمة. هذه المدينة بابل والحلة استطاعت أن تسقط دولة اليهود، لأنهم تجاوزوا الحقوق، وذكرهم الله وذكر أهل هذه المنطقة: بعثنا لهم عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا أولي بأس شديد. بابل ليست تاريخ، بابل حاضرة في كل وقت. الحلة بأخلاقهم استوعبوا الكثير في الماضي، استوعبوا الأكراد عندما هجرهم الحكام، وفي فترة الحرب والعدوان استوعبهم أهل الحلة، أهل البصرة. الحلة تستقبل وفود الزائرين إلى أبي عبد الله الحسين بأخلاقهم وكرمهم، وتودعهم بأخلاقهم وكرمهم. هذه هي الحلة، هذه هي بابل. أينما تذهب تجد آثاراً لعلماء بفكرهم وصلوا لكل أنحاء العالم. ابن إدريس المحقق الحلي، العلامة الحلي، أينما، ابن طاووس، ابن نما، ما شاء الله، منطقة تنتج العلماء، منطقة
تنتج التاريخ، منطقة تنتج الواقع، تصنع الواقع. هذه الحلة وهذه بابل. حكمت العالم بقوتها، وحكمت العالم بعلمها، وحكمت العالم بأخلاقها. هذه الحلة، هذه بابل، وأنتم سكانها ورجالها ونساؤها وشبابها. لكم فرص الآن. ما شاء الله في موضوع الزراعة وإن قلت المياه، وكان لنا اليوم اجتماع مع الأخوة المزارعين نناقش جدول الحلة ومشاكله ويجب أن يعالج. كنا اليوم في مقبرة المحاويل، مع الأسف، مع الأسف شهداؤها أكثرهم من الحلة، 80% من الحلة، لكن لا تجد لا نصباً ولا عنواناً ولا مؤشراً لوجودها. يجب الوفاء للشهداء. الشهداء أصحاب فضل علينا. هذه الحرية، هذه الذي نجده أمامنا من بركة دماء الشهداء. صدام فعل بالحلة وبالجنوب كما يفعل الصهاينة في غزة، بل أكثر من ذلك، صدام لم يراعي أي قانون يحده، ولم يكن هناك أي إعلام ينقل المسائل المصائب ودفن أبنائنا أحياء وإخواننا أحياء. تكررت المآسي في هذه المنطقة، لكن أنتم واجهتم المحتل الإنجليزي وقبله المحتل العثماني. أنتم واجهتم من اعتدى على العراق. بسادتكم، شجاعتكم، قوتكم، أخلاقكم، الانتفاضة الشعبانية كانت لكم فيها صولة وجولة. في مواجهة داعش كنتم الأول في تحرير المناطق، جرف الصخر وما شابه. الحلة لها مكانة ومقام، بابل لها مكانة ومقام عند الجميع، من يرضى ومن لا يرضى. لكن لا نقبل أن تبقى الحلة وبابل بهذا الحال. الزراعة موجودة، السياحة موجودة، المعامل موجودة كثيرة، صحيح لا يعمل بعضها، لكن فرص العمل موجودة. الشباب بدون فرص عمل. لا نقبل أن تستمر أوضاعنا إلى خلال 20 سنة مرة أخرى. يجب أن نغير الأوضاع، يجب أن نصحح المسار، يجب أن نجد فرص العمل. كفى ادعاءات وشعارات وخطب وما شابه. نريد برامج عمل، نريد مشاريع على الأرض، نريد أن نرى بأعيننا قبل أن نسمع بآذاننا. العراق أهل لأن يكون، يملك النفط، يملك المياه، يملك الأرض السهلة، يملك الرجال، النساء الأذكياء، وجدتموهم في المسابقات العلمية، العراقيون في المقدمة. الإسكندر هنا قتل ومات. العراقيون لا يقبلون الضيم، ومتحمسون لكل فضيلة وكل علو وكل مقام. هي ليست قائمة حزبية، هي ليست قائمة مجلس أعلى، هي قائمتكم، قائمة كل الأقضية، هي قائمة من كل الألوان، هي قائمة وسطية، هي قائمة معبرة عنكم جميعاً، نساءً، رجالاً، شباب من كل ألوانهم، واشترطنا عليهم أن يكونوا ميدانيين، لا ينحبسوا في المكاتب، أن تفتح أبوابهم لكم، يسمعون ويردون، أن يكونون خبيرين بما يريدون، ليس فقط يطرحوا الفكرة أو المشروع ثم يذهبوا، وإنما يعرفوا كيف يتابعوا المشروع
سواء في المحافظة أو وزارة التخطيط أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب. والنقطة الأخرى، اشترطنا عليهم أن يكونوا نزيهين. النزاهة والمصداقية هي شرطنا لهم، وأنا أطلب منكم جميعاً المحبين لمرشحينا والشيوخ أن يأخذوا عقداً منهم، أن يأخذوا عقداً منهم بأن يكونوا معكم كل شهر أو كل أسبوع، يزورونكم، يسمعوا منكم، يتابعون ما تريدون وما تطلبون. هذا شرطنا عليهم. ونتمنى على الأخوة الأعزاء أن يكونوا معكم في همومكم وأوضاعكم. الشرط الآخر، الشرط الآخر، من الآن لابد أن نسعى إلى مشاريع واضحة لتفعيل المعامل، أن نسعى إلى حلول لموضوع الزراعة، أن نسعى إلى تفعيل السياحة، إقامة المهرجانات الثقافية والعلمية والسياحية بما يتناسب مع أخلاقنا وأصولنا. لا نتنازع عن هويتنا ولا أخلاقنا ولا إسلامنا. نقيم احتفالات من أجل أن يعرف العالم ما موجود هنا في الحلة في بابل. من أجل التصحيح، من أجل أن نغير الأوضاع، يجب أن تكونوا في الميدان. أنتم أيها الناس، أيها الشعب، أيتها الجماهير، أيها الطيبون، أيها المظلومون، يجب أن تكونوا متابعين مراقبين، متابعين مراقبين، غير محبطين ولا فقط منتظرين، متابعين مراقبين. من أحسن تقول له أحسن شكرا، ومن توانى وثق وأحبط تقول له قم أدي واجبك. يجب أن تتابعوا المسؤولين وتنتقدوهم وتشجعوهم. أخيرا، أخيرا أقول لكم أعزائي، أحبائي، أخوتي، أخواتي، سيبدأ المال بالتأثير على قراركم. فهل بابل والحلة ورجالها وتاريخها وإنجازاتها تباع بمال زهيد وتسلم الحلة وبابل إلى ناس مقابل مال بسيط؟ هل تقبلون أن تسلموا كل هذا التاريخ وكل هذه الجماهير إلى أناس من أجل مال بيوم أو يومين ينتهي؟ الحلة وبابل أغلى من كل أموالنا، الحلة والبابل أهم من كل ما نملك. كونوا حريصين على خياركم واختياركم. بالكم تبيعوه بمال بخس، بالكم تبيعوه بمال بخس. هذا مستقبلكم 4 سنوات، لا تبيعوه بدينار ودينارين. الأمر الثاني، الأمر الثاني، سيبدأ الإعلام المضاد ليقول لكم اجلسوا في بيوتكم، لا فائدة من الانتخابات، لا فائدة من تغيير الوجوه، اجلسوا، انتظروا، تفرجوا. وليأتي غيركم، ويأتي غيركم ليأخذ المواقع، وعند ذاك لا فرصة لكم، وعند ذاك لا يفيد النصح. يجب أن تحفروا في
يوم الانتخابات يجب أن تكونوا أنتم في المقدمة، ليس للمرشحين، لأنفسكم، ليس لأبشر يا عراق، لأنفسكم. احرصوا على أنفسكم، مستقبلكم، مناطقكم. يجب أن أنتم تقررون من يكون في مجلس المحافظة. أنتم الطيبون، أنتم الحلاويون، أنتم الذين تحبون الحلة وبابل والمخلصون لأهلها. يجب أنتم أن تختارون، لا تجلسوا في البيوت ليأتي غيركم، ليأتي غيركم لينهب بابل والحلة. لا تكرروا هذه الأخطاء. كونوا حاضرين في كل مجلس انتخابات، كونوا واعين، واضحين، متابعين، تناقشونهم، تتأكدون منهم حتى تعرفوا الجيد والمخلص والميداني والحريص وتنتخبوه. هذا واجبكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم. أنا لا أخدعكم، أنا أقول ابحثوا، تأكدوا، احرصوا. لا أقول تعالوا صوتوا لأبشر يا عراق، وأنا أعتقد أنها طريق إلى خدمتكم، لكن أن تأكدوا من ذلك، تأكدوا من المرشحين وانتخبوهم وأنتم تحاسبونهم بعد ذلك. نحن مقبلون إن شاء الله بعد شهر تقريباً على هذا اليوم، اليوم الذي نقرر فيه تغيير مسار مجالس المحافظات برؤيتها وبرجالها وبعملها. بعد شهر أنتم ستكونون أصحاب القرار في ذلك، لا هذا الحزب ولا ذلك الجهة، أنتم ستحكمون من تريدون وتختارون من تريدون. أنا على ثقة كبيرة بالحلة، بنسائها، برجالها، بشبابها، أنهم سيختارون الصح، سيختارون من يريد أن يغير، سيختارون من يريد أن يصحح. يجب أن نعدل المسار، كفى 20 سنة بهذه الطريقة ونجد أوضاعنا غير مقبولة. هل تقبلون بهذه الأوضاع التي أنتم فيها؟ هل تقبلون بها؟ يجب أن تتغير، يجب أن تتبدل، يجب أن تصحح، وبيدكم التصحيح والتغيير وأن تختارون الأفضل. قال الله تعالى، قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. اسمعوا جيدا، فبشر عبادي، أنتم العباد، بشراكم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عليك الاستماع وعليك الاختيار. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولئك هم أولو الألباب. شكراً لكم، امتناننا لكم، اعتزازنا بكم، نفتخر بكم. شكراً كثيراً على حضوركم، على استماعكم. ننتظركم إن شاء الله في الشهر القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعطيني مجال دقيقة، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة أطلب منك، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة، اعطيني مجال.
اعترف حبل الوصل وياي حله، اعترف حبل الوصل وياي حله، وشاي العصر منك بعد بجمالك ما شفت والله سهم عينك خطر بيه. على الذلة، على الذلة تعود راس الأنذال، وراس أهل المجارم عنفواني، مو كل من محبس حجر مبروك، فرق بين الحصو وبين اليماني، عندك صول وانت تريد لمكان، هدني قل لك انا اعرف مكاني، اذا اخوه تريد ترفع الراس قريت اثنين كل هذا زماني، اخوه قمر هاشم ويا الحسين وابو مهدي الشريف وسليماني. باسم قبيله الساده المهامره، باسم الشيخ المرشح الشيخ احمد الجمال، أقدم أقول ابشر يا عراق، وأقدم هاي القصيدة للدكتور همام حمودي، هذا خالي وعمي وأبوي وأبو كل شريف وطيب. أقول إذا جبنا المراجل دوم يا بابل، إذا جبنا المراجل دوم، هذا الزوج والعنوان، همام الحمودي اليوم راعيها يشيم لو ثقل ديوان، شيخ همام جابت الحالة أساس للمليان، يا هالبابي شيخ همام جابته وحالت وهذا أساس للمليان، هاوي مشن وبزادك سولف، هوس هاوي مشن وبزادك سولف، بابي الكل هاوياك مشن وبزادك سولف، بابي الكل هاوياك مشن وبزادك سولف. هسه نختم شنقول يا عراق بشور، زامط بينا يا عراق بشور، زامط بينا يا عراق بشور. شكرا لسماحة الدكتور الشيخ إمام حمودي، شكرا لجميع المرشحين، شكرا لكم سادتي أحبتي أهل بابل أهل الحلة أهل الطيب، جزاكم الله خير الجزاء، ونلتقي إن شاء الله بعد شهر على صناديق الاقتراح لنقول ابشر. شنقول ابشر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ لهم بجهاد سنين، ضحوا للوطن والدين وبدمهم وفا، أهل السياسة ولهم يشهدون ولعيون الشعب تدرون ذول الرشيحة، يا شعب ذول أمننا ونعرف بماضيهم، همهم العيش الكريمة إننا نعرف بيهم، بعون الله والتحالف في صعيد وحياهم، نتخبهم كلنا صحنا وإحنا اللي بأيديهم، دمهم نزف دمهم نزف.